سعيد جدا جدا بالمؤتمر النهارده وبالتنظيم دي خطوه ثانيه واكبر للنواه اللي حصلت السنه اللي فاتت، وكانت برضو بمشاركه السفاره الالمانيه مع النادي الاهلي. دي خطوه لقدام، بتحط النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، وبتوصل رسائل كبيره جدا عن دور النادي الاهلي، دوره الوطني ان هو يساهم ويشارك في ان هو يوطد العلاقات مع السفارات. دي حاجه ليها اثار ايجابيه كتير جدا في المجال الرياضي وبره المجال الرياضي. العالم كله بيبص لمصر دلوقتي وعايز يعرف البلد رايحه على فين او بتتحرك ازاي. البطوله زي دي بمشاركه كل السفارات والدول بالعدد ده، بالترحيب الكبير ده، او ان هم يبقوا متشوقين ان هم يشاركوا بالاعداد دي كلها، دي رساله كبيره جدا. احنا داخلين على مرحله جديده جدا، اذا كان النادي الاهلي او البلد. النادي الاهلي بيعكس دوره الوطني اتجاه البلد. الاستثمارات في المجال الرياضي والمجال الاقتصادي بتكبر جدا في الاحداث اللي زي دي. فالحدث اللي زي ده مش مجرد حدث رياضي او دوره لكره القدم، لا، الموضوع ليه ابعاد اكبر من كده بكتير. نتمنى كمان ان شاء الله البطوله تكمل على اكمل وجه في مشاركه كل السفارات والنادي الاهلي والرعاه والشركات اللي داخله في المنظومه دي. كل ده هيساهم بشكل كبير جدا في جميع المجالات باذن الله.